مرحبا بكم من جديد في شوفي ما في. هتحبون رحلاتي والأسفار الممتعة المشوقة؟ إذن انضموا إلى قافلة فيزيك تيفي وتابعوا خطى فراس وإيمي في فقرتنا الجديدة وين ما يودي الريح، فستكون متعاتكم متنوعة ومضمونة. الوجهة الأولى التي اختارها الثنائي فراس وإيمي هي جزيرة صيربنياس الكائنة في الإمارات، وهكذا بدأت المغامرة. أهلا وسهلا فيكم بلوين ما يودي الريح، لح تسافروا معنا أرضا وبحرا وجوا لنكتشف أجمل المغامرات ولحتى نشوف أحلى المأكولات الصحية وأحلى الحفلات. شدوا لحالكم منيح لأنه العد العكسي بلش. صراحة الهوى هوانا والهوى أخذنا وماشي معنا. مشوارنا كان على صيربنياس آيلاند. صراحة كتير كان مشوارك حلو رائع ومميز. جزيرة صيربنياس هي جزيرة شبه دائرية الشكل بمساحة 87 كيلومتر مربع. هالجزيرة موجودة بجنوب الخليج العربي على بعد 8 كيلومترات عن سواحل العاصمة أبوظبي. في أكثر من طريق لنوصلها، من مطار أبوظبي بنروح للمنطقة الغربية وبتاخد الطريق ساعتين ونص، أما إذا جايين مثلنا من دبي بتاخد الطريق 3 ساعات ونص. من المنطقة الغربية بناخد قارب للجزيرة، مدة الرحلة تقريباً 20 دقيقة، ورحلات القارب متوفرة 7 أيام بالأسبوع. إذا ما بتتحملوا رحلة البر الطويلة فيكن تاخدوا طيارة صغيرة مباشرة من مطار أبوظبي أو من مطار دبي، وهالرحلة بتاخد معكن أقل من ساعة. أما إذا حبيتوا تدللوا حالكن فيكن تاخدوا طيارة خاصة. والله صراحة لما قالوا لي إنه رايحين على آيلاند دغري فكرت بموضوع إنه في مركب وما خطر على بالي إنه رح نروح بالسيارة. رحنا بالسيارة صراحة 3 ساعات، كنا متحمسين كل الوقت على الطريق عم نحكي عن شو رح نواجه هونيك، شو ممكن يصير معنا، شو ممكن نواجه من صعوبات أو من مشاكل. الحمد لله كان كل شيء تمام وكانت ظهرة رائعة جدا. اسم الجزيرة صيربنياس بيرجع أصوله لقبيلة بنياس اللي كانوا أول من سكن أبوظبي. الجزيرة تشكلت قبل ملايين السنوات لما صارت بعض العوامل التكتونية اللي وقتها شكلت جزيرة القبة المالحة واللي ما زالت موجودة لليوم. وصيربنياس تأسست كمحمية طبيعية سنة 1971 من قبل الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان النهيان، فهو اللي أدرك أهمية وجود محمية للحيوانات المهددة بالانقراض بالمنطقة. بالسنوات اللي فاتت صارت هالجزيرة عبارة عن منتجع طبيعي وموطن لملايين الأشجار وأكثر من 13 ألف من الحيوانات، شتا، ضباع، ونعام وغيرها. سو حاليا مشاهدينا مثل ما شايفين من بعد ما جينا بالباص ب3 ساعات حاليا ناطرين رح نقطع بهيدي العبارة على صيربنياس آيلاند لنشوف شو مخبي لنا هالنهار لأنه مبلشين نهار من أول. صراحة أول مرة بروح على جزيرة بنياس، كتير متحمس لأنه حسب ما عملت الأبحاث تبعولي أنه في هونيك حيوانات غابة، وأنا كتير بفزع صراحة من حيوانات الغابة، بس كتير بحب الزرافة، كتير بحب الشيتا. رح نشوف اليوم كيف رح نقضي هالنهار الرائع أنا وإيمي. Now this is the main captain and he know the road, it's like home. How are you? Yeah. وبعدين تعرفت على الكابتن تبع العبارة، مش معقول شو كان مهضوم. المهم طلعنا معه على العبارة وبلش يحكي لي عم بيقول لي انه هيدي العبارة من اصغر العبارات اللي سيقهم بحياته. Do you have a license to drive this? Me, captain, big ship. Yes. All the ship you drive. There is a lion. There is tiger. Yeah. Oh, whoa. Amy, there is a lion?
Okay, listen, Amy told me there's only cheetahs and I don't like to see a lion or a tiger. And here is the mountain, too much animal there. Too much? Yeah. And hyena also have. Really? Yeah. Okay, but listen, we agree that there is no lions. There is lions? Yeah. Really? Are you sure? My friend, I'm very serious. Mountain. Wow, so it is huge. It's very huge island. Yeah, because it's huge. واخيرا وصلنا، خلينا نشوف كيف رح ننصدم بمفاجأة ومواجهة هالجزيرة. Amigo bambino mi amore. See you soon, huh? Good morning, everyone. Mark. Hi. How are you? Fine, thank you. You should protect us today from all the lions and tigers and all the dangerous animals. Yes? Convinced yourself there's lions and tigers. Wow, you made my day. Cheetahs, though. Cheetahs, it's fine. We can play together all the day. على الرغم من إنه جزيرة سربانياس بعيدة عن الأماكن الحضارية، بعد بإمكان الزوار والمستكشفين إنهم يستمتعوا بأجوائها الخلابة. على الجزيرة في 3 منتجعات لأنانترا موجودة. والزائر هو اللي بيختار أي منها حسب ميوله. إذا أنكم برحلة للعائلة، فمنتجع جزيرة الصحراء هي الخيار الأنسب لأنه فيها مساحات واسعة ومرافق بتناسب الأطفال. إذا أنكم مهتمين بمغامرات السفاري، فمنتجع فيلا للسهل هي المكان المناسب لأنه مطل على مساحات واسعة من الخضار، وممكن تشوفوا حيوانات تيجي تطل عليكم من الشباك. تخيلوا شو حلو. اللي رايحين على شهر العسل وبدهم شوية خصوصية وراحة، لازم يجوا على منتجع فيلا لليم. كثير محمسين لأنه في كثير مغامرات ونشاطات رح نقوم فيهم على الجزيرة، مثلا رح نركب دراجات الهوائية بين الحيوانات بالبرية الطبيعية، وكنا بدنا نروح على في مثل وادي وجبل الملح، بدنا نكتشف صخور وأنواع الصخور ونوعية الصخور وأساسها وتاريخها، وكمان كنا بدنا نروح نشوف الحديقة البرية مطرح ما بيتواجدوا الغزلان والظبي والشيتاس والغزلان. فعلا كثير متحمس لأوصل وشوف هالأجواء كلها متراكمة هوني. التيبس تبعي اليوم لإلكن، بنصحكن دايماً وين ما تروحوا على حيالله مطرح، خاصة إذا كنتوا جايين على جزيرة، كتروا تيشيرتات، كتروا أي شيرتات، جيبوا الكريم تبع الوجه، جيبوا كريم تبع المضاد لحرارة الشمس، جيبوا كريمات لجسمكن، كتروا من المي لأنكم بكون تشربوا مي كتير، لازم دايماً تشربوا مي، حملين مي بإيديكن وين ما كان، صدقوني رح تعزوها. وجيبوا معكم ميموريز وباتريز قد ما فيكم، لأنه صدقوني مش رح تخلصوا من التصوير وين ما كان، ورح تكونوا كثير مبسوطين ودائما لحتى ما تنقطعوا ابدا، لأنه وين ما تروحوا لازم يكون معكم هذا القصص اللي ذكرت لكم اياه. There's a gazelle just underneath there. That's a mountain gazelle locally called Dumani. نحن حاليا بكمة عالية مثل ما عم تشوف هون، في عنا جبال مؤلفة من الملح. الآن وقد حل فراس وإيمي بجزيرة سربانياس، فبانتظارهما المزيد من النشاطات المريحة. الأسبوع القادم ستشاهدونهما في مغامرة سفاري وسط الطبيعة الخلابة وحيوانات البرية الساحرة، فلا تفوتوها في عدد الأسبوع القادم من شوفي ما فيه.